أهلا بكم مجددا وإلى ملفنا الثالث حول حملة لتشويه صورة ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف. وكالة رويترز كشفت أن مستخدمي تويتر السعوديين أرسلوا آلاف التغريدات التي يتهمون فيها بن نايف ومساعده بالفساد، فيما قال مصدران سعوديان إن حملة لتشويه سمعة بن نايف تأتي قبل توجيه اتهام محتمل له مع تحرك ولي العهد محمد بن سلمان لإبعاد منافسيه عن العرش أو منافسيه على العرش. ووفقا لنفس المصادر، بدأت التغريدات يوم الجمعة الماضي ضد محمد بن نايف والذي أطاح به ابن سلمان في عام 2017، واستهدفت أيضا مساعده مسؤول المخابرات السابق سعد الجبري. المصدران قالا إن الحملة التي قام بها مستخدمو تويتر المؤيدون للحكومة السعودية كانت تهدف للتأثير على الرأي العام قبل إعلان متوقع عن اتهامات بالفساد ضد ابن نايف. وقال أحد المصادر إن الحكومة السعودية تعد وثائق ضده منذ مارس، مضيفا أن المسؤولين عن حملة تويتر أرادوا تشويه صورته محليا. معي للحديث حول هذا الموضوع أمين عام حزب التجديد الإسلامي المعارض السعودي دكتور محمد المسعري. دكتور محمد المسعري، إذا كان محمد بن سلمان يقود حملة ضد محمد بن نايف، فالسؤال ما الهدف إذا كانت هذه الحملة منظمة كما تقول وكالة رويترز على منصة تويتر؟ الهدف مثل ما قالت رويترز وكسب الرأي العام، طبعا المغردين هؤلاء أكثرهم ذواب إلكتروني ورجال مباحث، يعني ليسوا من الشعب، وإن كان توجد نسبة من الشعب لا شك، أعتقد أنها أقلية، أرجو الله تكون أقلية، من المغفلين والمؤمنين بأن ولي الأمر مقدس. يعني في رأيت قبل شوية تغريدة أحدهم غرد موجه تغريدة ملك سلمان، الله يجعلها كفارة لذنوبك ورفع درجتك وطول عمرك، فرد عليه أحد حميرهم أبو فهد ما له ذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم له ذنوب غفرها الله، ما تقدم تأخرها كان أبو فهد، يعني سلمان بن العز ما له ذنوب. يعني ففي من الحفاظ سؤال، ما الذي يخشاه يعني على صورته عندما يعتقل محمد بن نايف ويقود حملة لتشويه صورته مع مساعده سعد الجبري؟ لا هو مش انه يخشى على صورته، هو يريد ان يحطم الرجل بالكامل ويحدث قناعه لدى الجماهير ان لم تكن موجوده ان هذا فاسد والى اخره، لكن الواقع العمليه ليست ذكيه، لانه الحمله بدات بالجبري وانه فاسد والى اخره، لكن هذه غير منتجه، لان الجبري كان يعمل باذن ومشوره وتوجيه من محمد بن نايف، فهو لم يسرق ولا يعمل شيء الا باذن محمد بن نايف، وهذا الغرض من العمليه انه يحول السرقه وانه بسبب محمد بن نايف. لكن محمد بن نايف ممكن ياتي يقول وانت يا سلمان عبد العزيز ومحمد بن سلمان تسرقون وتنهبون، لان تعتبروا هذا المال ملك جدكم عبد العزيز ورثوه ملككم. يعني إذا التهم، هل تتوقع التهم تتعلق بالمال واختلاس وسوء تدبير المال العام؟ هذا الذي يريدون أن يبرزوه، فممكن الجبري أن يقول وبحق أنه أنا صرفت حسب صاحب المال، أنتم تقولون المال مالكم والملك ملكم وخذتوه بالسيف الأملح، أو تعترفوا أن المال ليس مالكم ومال الأمة فكلكم لصوص، يعني هذه الحجة ستنقلب عليهم. لكن محمد بن سلمان أحمق، هو يريد أن يعتبر أن جماهير الناس مغفلين، هذه نظرة السعودية للناس محامير بقر ما يفهمون، نحتاج نوجههم أولا، واثنين باستطاعتنا أن بهذا أن نبين أني أنا رجل الإصلاح. وهذه الحملة بدأ بها من الريتس، بعد الريتس تغريدات أذنابه وإزلامه وشبيحته، دائما تنص على أنه هو الذي بدأ مكافحة الفساد ولم يتوقف لا عند أمير ولا صغير ولا كبير ولا حقير. طيب ما الذي يخشى من محمد بن نايف الآن؟ الرجل عندما انقلب عليه أو عزله محمد بن سلمان لم يبدي أي معارضة وبقي صامتا لفترات طويلة جدا، فلماذا الآن يعتقله محمد بن سلمان ويبدو أنه يخشاه؟ أقول لك الآن ليش، لأنه فترة نهاية ولاية ترامب يبدو أنها ستنتهي، والمؤشرات قوية جدا أنه لن ينجح في الانتخابات، تبدو مؤشرات قوية، وترامب هو تقريبا الداعم الرئيسي، وما زال وإن كان الآن يحاول أن يتنصل لإرضاء بعض جهات الرأي العام الآن في أمريكا والدولة العميقة ومحاولة كسبها إلى جانبه في الانتخابات، يتنصل من صهيونية خالصة، فهذا الداعم.
ومحمد بن نايف رجل الدولة العميقة في أمريكا وفرس الرهان لديهم، ولم يتركوه بالكامل، ولهذا لابد أن يحطمه قانونيا بأن يقيم عليه يثبت عليه جرائم بطريقة أو بأخرى، أو يقتله في السجن أنه مات أجت سكتة قلبية حتى يتخلص منها. ما دام موجودا فهناك من تستطيع، الدولة العميقة في أمريكا ما تستطيع أن تحرك طيب الجماهير. ولكن هناك مشكلة بالنسبة لمحمد بن سلمان، هو الجبري خارج السعودية، ولم يستطع محمد بن سلمان استدراجه إليها. ما الذي من وجهة نظرك يعني يملكه سعد الجبري، وهو رجل يقال الساعد الأيمن لمحمد بن نايف ورجله الاستخبارات وصلة الوصل مع واشنطن، ما الذي يملكه سعد الجبري ويخشاه بن سلمان منه؟ معلومات وتفاصيل دقيقة، لكن يبدو أن الجبري أجبن وأقل ذكاء من يستفيد منها بأن يخرج بشكل صريح ويعلن معارضته لمحمد بن سلمان وتأييد محمد بن نايف وإبراز ما لديه، يريد أن يلعب على جميع الحبال. وقد سبق تذكر في قصة خاشقجي، وجهنا نصيحة لهذا الأحمق القنصل السعودي أنه اطلب اللجوء في تركيا ووضح الحقائق التي رأيتها، لأن عملية التقطيع والقتل تمت في مكتبه في القنصلية في اسطنبول. بين هذا، ولكن الرجل جبن وعجز أن يقفز على ظله مثل ما يقولون، وذهب إلى السعودية، ولا يعلم إن الله هو حي ولا ميت أو في إقامة جبرية، يقال أنه مات، يقال أنه قتل، ما يندرى عنه. نفس الشيء يجوز للجبري، لكن الجبري لديه الفرصة إذا كان ذكيا أن بصراحة لما تصرف بالمال بأمر محمد بن نايف، إذا كان هناك تصرفات، والتصرفات موجودة لا شك قطعا موجودة، ومحمد بن نايف يتصرف باعتباره طيب صاحب الملك والسلطان، مثل ما كان الملك ليوبولد حق بلجيكا يعتبر الكونغو مملكة له، وكل تصرفاته تصرفات ذاتية طيب ملكية. بالنسبة للمعلومات الاستخباراتية التي يملكها الجبري حول ملف مشترك بين الرياض وواشنطن فيما كان يسمى أيام بوش الحرب على الإرهاب، هل تعتقد أن هذه المعلومات ممكن تكون على درجة عالية من الحساسية ويمكن أن يستخدمها الجبري وبن نايف ضد ابن سلمان؟ أكيد أكيد بدون أدنى شك، لديه معلومات عن أمور داخلية من داخل الأسرة ما يتعلق بالفساد المالي، لديه معلومات تتعلق بعلاقات أجنحة من الأسرة على الأقل بما يسميه أمريكا إرهاب، أنا لا أسميه إرهاب لكن يسميه أمريكا إرهاب وتمويلها لذلك، وكان وراء يعني مثلا الآن أصبحت معروفة وأعلنت ونشرت ثم تم التكتم عليها لمصلحة أمريكا تقتضي ذلك، مصلحة أمريكا العليا وليس مصلحة 3000 اللي قتلوا في البرج، أن محمد عطا جاءته 100,000 محولة من أفغانستان بتوقيع الجنرال محمد محمود، والجنرال محمد محمود الصديق واللصيق لتركي الفيصل الذي الآن يتنصل وينسب العيوب لبريطانيا وإلى آخره في مقابلاته الأخيرة. يعني فالجماعة لديه هناك أمور مميتة في يد الجبري وفي يد غيره تستطيع أمريكا أن تستخدمها. الآن توقعاتك كيف يمكن أن ينتهي هذا الملف؟ أنت أشرت إلى أن محمد بن نايف كان رجل الدولة العميقة وله ارتباطات مع واشنطن، السؤال هل ما زال له ذلك التأثير داخل السعودية وتلك العلاقات؟ ما دام حيا ممكن أن يكون مثل مسمار جحا تستمده الدولة العميقة، ولا تنسى أن في الرياض السفير الأمريكي جون أبو زيد خبير في مثل هذه الأمور، كان في العراق يلعب بذنبه وهو اللي وجه ضربات الجهاد وحرف الزرقاوي والمشاهدين عن طريقهم فتحولوا إلى قتل أهل العراق وإلى المآسة التي حصلت وداعي وداعش إلى آخره، فالرجل خبير في هذا الباب ويحاول يمسك بالخطوط ويتلاعب ويمد، ولكنه ليس لديه في السعودية طبعا تلك الإمكانيات التي كانت لديه في العراق، في العراق كان هو القائد العسكري أو السفير للدولة المحتلة وليس كذلك، فلا بد أن يلعب على الحبال ويحاول أن يمارس أنواع الضغوط المختلفة والتهديدات، وفي داخل أمريكا ضغطوا على ترامب ولهذا أوقف مثلا محمد بن سلمان وبن زايد على حدودهم في بعض الأمور فيما يتعلق بليبيا على ما يقال أن اتصل ومنع اتصل بالسيسي وحذرهم من الدخول في ليبيا إلى آخره، وضغط شديد من الدولة العميقة إلى آخره، فكل هذه التفاعلات معقدة جدا لا يعلم إلا الله أين تتطور، يعني ممكن أي شرارة أو أي خطأ ممكن تفلت الأمور ويصبح لديك إما حرب أهلية بين الأمراء في السعودية أو حرب أمريكا في داخل أمريكا، يعني شكرا، الأمور تتجه نحو الحرب الأهلية حتى في أمريكا. شكرا لك المعارض السعودي أمين عام حزب التجديد الإسلامي دكتور محمد المسعري. وإلى ملفنا الأخير والذي نسلط فيه الضوء على